خلينا دلوقتي نبتدي نعمل الحشوه بتاعت الوصفه الثانيه اللي هي فطيره التفاح والجبنه. الوصفه دي تحفه رائعه، لازم تجربوها، وانا متاكده هتحبوها جدا لان طعمها غير فطيره التفاح اللي احنا متعودين عليها. هنعمل الحشوه مع بعض دلوقتي، وبعدين هنعمل الطبقه بتاعت التارت بتاعته. هي طبقه شويه غير اللي احنا عملناها في اللي نعملها في الفصل الثاني. دلوقتي احنا علشان نعمل الحشوه عايزين 3 تفاحات، طبعا دول هنحطهم في الاخر، وعين جمل وزبيب دول في الاخر. اللي هنحطهم بقى هنا ربع كوبايه سكر، واتنين بيض، وفانيلا، و200 جرام جبنه كريمي، وربع كوبايه كريمه، واتنين معلقه كبيره دقيق، ولو حبيتوا كمان ممكن تحطوا بشر ليمون وعصير ليمون. فاول حاجه هنحطها او هنقولها لازم تكون الجبنه الكريمي خارجه من الثلاجه بقالها على الاقل ساعه علشان نقدر نخفقها. فهناخد دلوقتي الجبنه وهنحطها. طيب حطينا هنا الجبنه، اول حاجه هخفقها شويه عشان خاطر تطرى وتبقى سهل ان احنا نحط لها بقيه المكونات. هنحط السكر، وهنحط الكريمه بالراحه كده، وعندنا كمان البيض بيضتين، حط اول بيضه وتاني، بس تختفي البيضه دي هحط التانيه على طول. ادي التانيه، وهنحط معاهم ناقص الفانيليا والكريمه. ادي الفانيليا وادي الكريمه. كده احنا جهزنا الحشوه بتاعت التارت بتاعنا، ناقص بس نحط برش الليمون، هنحطه بعد الفاصل. لازم نتأكد من الجناب دايما. دايما دايما بتلاقوا فيه قطعة بتبقى تحت، فلازم نتأكد منها. طيب دلوقتي انا هخفقها كويس، وهضيف بشر الليمون والليمون. دلوقتي هنعمل بسرعة العجينة بتاعت التارت اللي هو او فطيرة التفاح. هحط كل الحاجات الناشفة مع بعضها، البيكنج باودر والقرفة والدقيق والسكر، تمام، وهنخلطهم مع بعض. وبعدين هنحط صفار البيضة والزبدة والمقادير اهي موجودة على الهواء. صفار بيضة والزبدة، وبرضو هنخفق، وهنجيب المية
لسه ما خلصتش، بس كده تمام. تمام، شايفين ازاي بتلم؟ بدل لمت كده خلاص بعرف انها خلصت، وهو ده اللي انا عايزاه. معانا هيام، اهلا يا هيام. السلام عليكم مدام غادة. يا اهلا وسهلا، اهلا بيك يا حبيبة قلبي، منورة يا ماما، تبيكي تحفة. ربنا يخليكي، تسلمي، اهلا وسهلا. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي، اهلا بيكي وردة قناة تبيكي تحفة. ربنا يسعدك يا ربي، ده من ذوقك، ربنا يخليكي، تسلمي لكلك ذوق. تبيكي نور بصوتك وبصورتك، والله انا بعزك جدا. ربنا يخليكي، ودي حاجه تسعدني وتشرفني، ربنا يخليكي، وان شاء الله دايما عند حسن ظنك كده. لا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه ودايما كده، من نجاح لنجاح يا مدام غاده. ربنا يسعدك والله، يعني انتوا الصراحه النجاح ده كله انا بعد فضل ربنا طبعا، انتوا السبب فيه. تسلموا، شكرا حبيبه قلبي. وعايزه فطيره الجبنه من ايد حضرتك. حاضر، فطيره الجبنه يعني معجنت العشر دقائق مثلا؟ والله بص، هي زي الكيش، زي الكيش او طرب بالجبنه. عايزاها من ايد حضرتك يا مدام غاده. حاضر، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ عايزين نفرد العجينه بتاعتنا، وعندنا التفاح احنا مجهزينه. طيب هنجيب صينية، وناخد معانا سكينة. تمام، احنا عندنا اكلنا كله جاهز، بس انا بوريكو ازاي هنقدمه. هحط انا في اي صينية عندكم، حابين تعملوا في صينية زي دي، حابين صينية تارت، زي ما انتوا عايزين. هحط كده كده اهو، تمام، وهرفعها للمستوى اللي انا عايزاه. بس لازم تتأكدوا ان الزوايا مرتاحة كده اهو. بعدين هنقطعها دي بقى، بتتحط على الني، يعني مش هخبزها وبعدين ارجع احشيها، يعني زي ما هي كده هاخدها. هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ هاخد التفاح اللي عندي، هحط التفاح هنا تحت كده متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، تقريبا 3 تفاحات كده كفايه قوي. وهناخد من عندنا شويه زبيب وشويه عين جمل، نحط شويه زبيب وشويه عين جمل. وهاخد بقى الخليط اللي انا عملته، واللي انا ناقص كان احط عليه الليمون، وبشر الليمون كده. الخلطه بتاعتي جاهزه، هاخدها وكده احنا نبقى خلصنا. شايفين، هاخد الخلطه دي بتاعه الجبنه وهحطها بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 45 دقيقة اهي. بس لازم تجربوها، وصدقوني كتير هتنبسطوا عليها. بس بحطها في الفرن على درجة حرارة 180، 45 دقيقة، بيطلع معايا الشكل اللي انتوا شايفينه هناك ده.